ثاني يوم أحداث 7 أكتوبر الماضي، أعلن حزب الله عن فتح جبهة مساندة لأهالي غزة ضد إسرائيل، ومن وقتها بدأ تبادل النيران بين إسرائيل وحزب الله. وفي هذه الفترة إسرائيل نفذت ضربات قوية طالت أهداف عسكرية لحزب الله وقيادات كمان، وحزب الله كمان أطلق صواريخ تجاه إسرائيل. ومن يومين صار تطور بيعتبره محللين الأبرز في الصراع للآن، بعد ما سقط صاروخ في ملعب لكرة القدم في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، وكان وقتها أطفال بيلعبوا، راح ضحية هذا الصاروخ 12 طفل بيحملوا الجنسية السورية تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، وأصيب نحو كمان 30 آخرين من سكان القرية التابعة لطائفة الموحدين الدروز. إسرائيل ومن أول ما صار الهجوم اتهمت حزب الله أنه هو اللي قام بهذا الهجوم، وقالوا أنه الصاروخ الإيراني الصنع من نوع فلق واحد. بالمقابل حزب الله بسرعة نفى وقال أنه ما له علاقة بهذا الصاروخ، وللآن ما في أي تأكيد من وراء الصاروخ، لكن طبعا التحليلات شغالة على كل الأصعدة. إسرائيل مقتنعة تماماً أنه حزب الله وراء الهجوم، وبتتوعد من السبت برد قاسي، وصارت تتوالى التصريحات الإسرائيلية عن هجوم محتمل على لبنان، وآخرها من نتنياهو نفسه اللي صرح من الجولان وقال ردنا جاي وسيكون قوياً. ومن بعدها المنصات كلها كلام ومخاوف من حرب أكمل وأشمل، وطبعاً صارت مليانة يعني هاشتاجات زي حرب أوسع، حرب شاملة، هجوم إسرائيلي أوسع، غزو إسرائيلي. الكل بيتساءل هل نحن أمام حرب إقليمية أكبر فعلا، خاصة وأن دول كثيرة حول العالم نزلوا تحذيرات لرعاياهم من السفر للبنان، وطبعا اللي موجودين هناك في مطالبات لهم بالمغادرة الفورية. هذا غير وقف كثير شركات طيران رحلاتها من وإلى مطار بيروت. معنا من مجد الشمس الصحفي عطاء فرحات، أهلا فيك معنا عطاء. أنا عارفة أنه اليوم من أيام العزاء وأنت حضرتك كنت في العزاء، إذا تحكي لنا عن الأوضاع. الوضع صعب، الوضع يقيم الحزن على قرى الجولان كافة. أنا بعيد 100 متر عن موقف العزاء هنا في مجد الشمس، وفود وصلت الآن من كافة قرى الجولان، وصلت من الجليل، من الكرمل، من المثلث، من كافة القرى العربية تصل وفود. الآن يوجد المئات بل الآلاف في موقف مجد الشمس، وصلوا من أجل العزاء بهذه الكارثة التي ألمت بأطفال مجد الشمس. عطا، بس كنا يعني حابين نفهم منك، لأنه في ناس اللي هم بعيدين عن هذه الصورة أو خارج هذه الصورة، إذا تحكي لنا أكثر عن طبيعة سكان مجد الشمس والجولان، كم عددهم؟ نعم. الجنسية اللي نعم. يحملوها، وطبعا الجولان نعم. المحتل. نعم، الجزء المحتل من الجولان هو تقريبا ما يقارب 1160 كيلو متر مربع، احتلت في عدوان 67، أعيد جزء منها وما بقي تحت الاحتلال منذ حرب تشرين في 73 حتى اليوم هو 1160 كيلو متر مربع. هجرت إسرائيل ما يقارب أكثر من 220 قرية ومزرعة في الجولان المحتل، بقي 5 قرى هم مجد الشمس، مسعدة، عين قنية، بقعاثة، وقرية الغجر. هذه 5 قرى اليوم تعداد سكانها ما يقارب 27,000 نسمة، يسكنون في قراهم، حافظوا على بيوتهم، حافظوا على أراضيهم رغم المضايقات خلال 57 عاما من الاحتلال، وأيضا حافظوا على انتمائهم وهويتهم السورية. في 14/12/1981 أقر الكنيسة الإسرائيلي قرار تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان، تصدى له أبناء الجولان في إضرابهم الشهير الذي دام 6 أشهر ب 14 شباط عام 1982، دام 16 وبعده سقط هذا القرار فعليا على أرض الجولان. أبناء الجولان معروف انتباههم منذ اللحظة الأولى للاحتلال حتى اليوم، قدموا العشرات من الشهداء ومئات الأسرى في سجون الاحتلال، وآخرهم من قضى 32 عاما داخل سجون الاحتلال. أبناء الجولان أوفياء لهذا التراب، أوفياء لوطنهم، أوفياء لأبناء شعبهم. هذا هو الجولان وهذا تاريخ الجولان، هل لا يمكن أن يزيف. ما سمعناه في وسائل الإعلام مؤخرا أن هنالك 12 طفلا إسرائيليا قتلوا. نعم نعم،
هذا ليس طبيعي، وهذه دعاية إسرائيلية مزيفة. هم أبناء الجولان السوري، هم أبناء مجد الشمس، هم أبناء آبائهم وأجدادهم، هم من قاوموا هذا المحتل، كيف يكونوا إسرائيليين؟ هم لأنهم كمان تصدروا الموقف ودافعوا عن الموضوع واعتبروا أن الرد يعني على هذا الهجوم من حقهم هم الإسرائيليين. طيب بس خلينا نتكلم أنه في أي عدد بيحملوا الجنسية الإسرائيلية أو الهوية الإسرائيلية هناك؟ نعم، حتى نكون منطقيين وواقعيين ونتحدث ما يوجد على الأرض ونضع الحقائق كاملة. يوجد هنالك البعض والذين كان عددهم قليل جدا عام 1982 من حملوا الجنسية الإسرائيلية، وكان هنالك تحريم ديني واجتماعي ومقاطعات ضدهم، لكن هذا العدد مع مرور الزمن بعد 40 عام أصبحوا جزء من هذا المجتمع وعادوا كأفراد طبيعيين داخل هذا المجتمع. نعم، لكن تكاثروا هؤلاء الآن، من كان عمره 20 عام اليوم صار جد ويوجد له أحفاد ويوجد له أبناء، هؤلاء حملوا الجنسية عن أهليهم بالوراثة. من يتزوج بالوراثة، من يتزوج من الجنين الفلسطيني، الأم تحمل الجنسية وليس الأب، أبناءها يكونون يحملون الجنسية الإسرائيلية ليس عن والدهم الذي لا يحملها، هم يحملونها على الأم. وهنالك من قدم طلب خلال الأحداث على سوريا وخلال الحرب على سوريا، هنالك مجموعة من الشباب الصغيرة قدمت طلبات وقالت أنا أريد أن أحمل هذه الجنسية الإسرائيلية. هنالك يوجد جزء هذا، لكن جميعهم مع التكاثر، مع التزاوج من الجليد، مع من أراد الآن أن يحملها لا يتخطى 20%. طيب هل السكان من طائفة الموحدين الدروز ولا في كمان طوائف أخرى؟ أهلنا في الغجر هم مسلمين علويين، وبقي القرى هم من بقي هم موحدون دروز. أوكي، طيب شكرا طائفة إنك... المسلمين الموحدين. نعم، شكرا أنك أنت يعني عطيتنا هذه الفكرة الواضحة يعني عن أهالي وسكان الجولان المحتل. الآن الأهالي متوقعين أنهم حيكونوا جزء من حرب، متوقعين أنه القادم أسوأ، إيش توقعاتهم؟ ما سمعته يوم أمس وما سمعته اليوم، أنا موجود منذ ساعات الصباح ولم أغادر هذا المكان، ما نسمعه من السكان، نحن لا نريد أن نكون سببا في أي حرب أو في إراقة أي قطرة دم أو في سبب لأن تنشب حرب بين لبنان وإسرائيل بسببنا. نحن جميع حياتنا كنا دعاة سلام وللتهدئة ولكي نقول للجميع أننا نحن معكم، لا نريد أن تسقط قطرة دم في جنوب لبنان بسببنا، ولا أي يقتل أي طفل هناك أو أي شيخ أو أي شاب، نحن لن نريد أن نكون سببا ولا نريد أن نكون ذريعة لإسرائيل. إسرائيل تقصف مستوطناتها، وهجر أكثر من 100,000 مستوطن، 150,000 مستوطن هجروا من بيوتها وقتل لها جنود، لا تريد أن تشن حرب من أجلهم ومن أجل 12 طفل سوري تريد أن تشن حرب، هنالك شيء غير منطقي. هو في الآن عواجل من البيت الأبيض، إنه البيت الأبيض إنه بيقول إنه لا أحد يريد حرب شاملة، ولكن في نفس الوقت بيقولوا إنه إسرائيل لها الحق في الرد على حزب الله على ما حدث. أنتوا بتحملوا مين المسؤولية؟ إسرائيل لم ترد على مقتل جنودها. إسرائيل لم ترد على مقتل المستوطنين بها، من هم يهود أصلا وهم أبناء هذه المؤسسة الإسرائيلية، تريد الآن أن تدافع عنا وهي في النهاية بالنسبة لنا محتل. أبناء الجولان بالأمس طردوا سموتريش، واليوم تصدوا لنتنياهو ومنعوا محاولة زيارته، وكانت زيارته سريعة جدا وعلم أنه غير مرحب به هنا. نعم، هذا هو الصف الجولاني، وهؤلاء هم أبناء الجولان قالوا كلمتهم. نحن لا نريد أن نكون ذريعة لا لنتنياهو ولا لحكومته ولا لأي فرد آخر. نعم، في شن هذه الحرب. طيب وصلت الفكرة، تعازينا يعني عطى تعازينا يعني الشديدة، يعني صراحة إيش الواحد يقول في هذه المواقف. لكن نشكرك كمان على هذه المشاركة في وسط هذه الظروف الصعبة. كان معنا من مجد الشمس الصحفي عطاء فرحات.